الموضوع والمشكله فينا احنا، فينا احنا كعرب، ان احنا سيبنا اولادنا يروحوا يموتوا على السواحل التركيه او السواحل الاوروبيه، سيبناهم يبقى عندهم مشكله كبيره جدا. لو شفتوا انجيلا ميركل المستشاره الالمانيه وهي في المانيا، يعني رئيس الوزراء هي اللي بيبقى لها الدور الكبير وبقائها على اللاجئين، وايضا بعد نقول ديفيد كاميرون في انجلترا، وكل الناس دي كلها اكيد هيبقى في حل ان شاء الله في الفتره اللي جايه. ومن خلال كره القدم احنا بنلقى الضوء، لان من نجوم كره القدم هم بيبقى دايما الناس بتسمع لهم، الناس بتحب تسمعهم، بتحب كلامهم، بتحب التصرفات بتاعتهم، دايما تعلق بيها او تقتدي بيها. الكاف بيوافق على وقوف المنتخب دقيقة حداد على أرواح اللاجئين السوريين. أكيد هرجع تاني أتواصل معاكم، لكن معانا رأي فني دايما بنحترمه ونقدره، ودايما رؤيته الفنية بتبقى في مكانها الصحيح. بيكن باور الكرة المصرية ونجم نجوم كرة القدم المصرية والنادي الأهلي، كابتن مصطفى يونس. كابتن مصطفى أهلا بيك. أبو حميد، ازيك يا عباس؟ تحياتي يا كابتن حبيبي. الاول اكيد انت، انا عارف انك وطني ومتابع جيد جدا لكل الاحداث اللي دايره على الساحه العربيه اللي هي اللي تخصنا تحديدا، ونقول للسوريين اللي بنلاقيهم ميتين على شواطئ تركيا او الشواطئ الاوروبيه، شايفها ازاي والموقف العربي ازاي الاول؟ الحقيقه شيء محزن يا محمد اللي احنا بنشوفه دوت، لكن في الاخر انا الواحد مش عارف اقول ايه. يعني مش بتكلم على المصريين بس، بتكلم على السوريين والعراقيين واللبنانيين واخواتنا وولادنا وشهدائنا بتوع الامارات، العمل الخسيس الغادر النهارده الفجر في اليمن، كل دول ولادنا واولاد امتنا، لكن للاسف الله يرحمهم جميعا، ولا نملك شيء غير دوت. لكن اتمنى ان الدول الانسانيه اهم من اي حاجه، اللي ربنا هو اللي هيحاسب، انت مسلم، انت مسيحي، انت كردي، انت يهودي، انت بتاع الدين ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى يعني. لكن الاسفين اللي بتتضرب واللي عايزين يعملوه في عالمنا العربي، والحمد لله طيب فشلنا مشوار كبير. دور الرياضه الربيع العربي، دور الرياضه ونجوم كره القدم في مثل هذه المواقف يا كابتن. انت عارف طول عمرنا يا محمد بنقول ان الرياضه بتقرب الشعوب، وكل مره بضرب المثل بتاع الشهيد الله يرحمه فهد الاحمد طبعا، في عز الازمه ما بين ايران والعراق، ولعب منتخب العراق ومنتخب الكويت، العراق والايران ضد بعض الكويت، وسماها دوره السلام. يعني فهو ده، هو هي دي الرياضه. طيب، هي الرياضه اللي بتقرب مش بتفرق. طيب مباراه مصر وتشاد شافها ازاي؟ والله انا دايما بقلق يا محمد طول عمري من الفرق الصغيره، تمام، خاصة بعد تعادل نيجيريا وتنزانيا النهارده ولا زامبيا. انا قلقت اكتر لان احنا للاسف 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 للمره الثالثه الفرق الكبيره بنطلع معاها فوق والفرق الصغيره بتاخدنا لتحت. فاتمنى ان احنا ما نجيش لتحت بكره، واتمنى ان مستر كوبر، وانا بثق فيه جدا ومن افضل المدربين اللي دخلوا مصر، هو مدرب نادي الزمالك، اتمنى ان يختار الاختيار الصحيح. اتمنى لاعبتنا تبقى على قدر المسؤوليه، وتعرف ان 90 مليون مستنيهم، واحنا بره كاس عالم من ايام الله يرحمه الجنرال الكره المصريه، الله يرحمه الذكرى بتاعته كانت امبارح، افريقيا بقى لنا ثلاث بطولات. فكل ده المدرب شيء واللعيبه جوه الملعب شيء اخر يعني. طيب معايا بقى في فترة الأخبار نجمنا الكبير، نجم مصر ورمز نادي الزمالك، كابتن أحمد رفعت. تحب توجه له سؤال؟ كابتن الكبير معاك كابتن احمد رفعت؟ اه حبيبي قلبي، ده كابتننا وعمنا الكبير، بعد فتره الاخبار. سلامه يا كابتن. بعد فتره الاخبار هيبقى معايا. لا سلمنا عليه كتير جدا، انا بقول له الحمد لله على السلامه، وبهنيه على الحفله اللي عملها المجلس الاداره، وبهني طبعا نادي الزمالك ببطوله الدوري، ومتمثله في الكابتن احمد رفعت ومجلس الاداره وكل جماهير نادي الزمالك، لان الكوره من غير اهلي وزمالك ما تنفعش. صح. وطبعا ده اول مره في تاريخ الرياضه المصريه او الكره المصريه ان المجلس او النجوم الكبار السابقين يكرموا مجلس الاداره. طول عمرنا بنعرف ان مجالس الادارات بتكرم النجوم الكبار او القدامى، لكن اول مره نشوف ان النجوم الكبار بيكرموا مجلس الاداره وبيهنوه. فتحيه لكل نجوم نادي الزمالك، كابتن ابو رجاله، كابتن احمد رفعت، كابتن سمير محمد علي، كل دول اساتذتنا وكباتننا الكبار اللي احنا بنعتز بيهم.
نجمنا الكبير كابتن مصر كابتن مصطفى يونس، شكرا جزيلا، وان شاء الله هيبقى حوار ممتع مع نجمنا الكبير كابتن احمد رفعت. هكمل